السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ، معلش. اتفضلي يا أختي. زوجي نعم. زوجي كنا بنتخانق، فقال لي، قلت له طلق، قال لي بس لا انت طالق طالق طالق، راحت تخرج بقه. ايه ايه لما انا قلت له طلقني، راح انا قال لي بس كده انت طالق طالق، راحت اخته سدت بقه بايدها. سدت بقه بايدها والطلاق ايوه واقع. ايوه كده، يبقى طلقة واحدة ولا طلقة واحدة ايه النظام؟ يعني محسوبة تطليقة واحدة. تطليقة واحدة. نعم. ماشي. السؤال التاني، معلش يا شيخ، ان هو كثير الحلفان، فانا دي حاجة تعباني، ممكن تنصحني اعملها معاه؟ لا تستفزيه. انا فعلا هي في الطلقه دي، انا اللي قلت له طلقني، فراح قال لي بس كده انت طالق طالق طالق، واخته سدت بقه من كتر خلاص سدد بقه، افتكر في انها واحدة فقط، طالق طالق واخته سدد بقه من قال الثالثة، خلاص محسوبة اثنين، عفوا تطليقتان في مجلس واحد تحسب واحدة، واحدة فقط يا شيخ. بس هو ما جال، هو قال كذا واحده مش واحده بس، ده قبل كده يعني قال كتير. ايوه طيلة حياتي يعني قال كتير في نفس المجلس. في نفس المجلس اللي محسوبة واحدة، لكن هل قبل هذا قال لك أنت طالق؟ لا دي أول مرة، دي أول مرة قال لي كده أنت طالق. محسوبة مرة واحدة يا أختي الله يغفر لك، في مجلس يعني واحد حتى لو قال لي 3 مرات أو 4 تعتبر طلقة واحدة. طالق 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 كلها مرة واحدة يا أختي. طيب السؤال التاني يا شيخ، معلش كان طلاق معلش. الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر، لكن على عهد الرسول كانت واحدة كما قال ابن عباس. ماشي شيخ. السؤال التاني معلش، انا ابني وجع من على السرير، دي تاني طلقة، فانا ما كانش ليه ذنب ان ابني يجع من على السرير، هو وجع وانا رايحة اطفي النور، فقال لي انت طالق. ايه ماشي. تاني حاجة تالتة تاني ولا يعني ايه؟ هو جاي دي تلفظ بها لفظ واحد برضه، بس هو يعني حضرتك بتقول سواء اتلفظ بها واحدة او اتنين في مجلس واحد او ثلاثة تعتبر تطليقة واحدة. هذه في مجلس ثاني ولا نفس المجلس؟ إذا كان مجلس آخر تطليقة تطليقة عليك اثنين، الله يهديك بس.